السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ هنعمل مع بعض احلى واطعم فطيرة بالبيض والجبنة، جميلة جدا وخفيفة جدا في الفطار وفي العشاء. وصفة سهلة وبسيطة جدا، ممكن تعملها لاولادك في 3 دقايق، مش بتاخد وقت ولا جهد ولا اي حاجة. في ثانية، في ساعتها بيض ودقيق وفلفل وجبنة معاكي، وتعملي احلى واطعم وصفة لاولادك. زي ما انتم شايفين شكلها حكاية، وان شاء الله تجربوها وتذوقوا طعمها برضه هيبقى حكاية. شايفينها يا بنات ما شاء الله جميلة جدا، وريحتها خطيرة خطيرة جدا، ولو جربتوها مش هتبقى اول ولا اخر مرة. اهم حاجة عندي يا حبايب قلبي، ما تنسونش باللايك والشير، واللي اول مرة يشوف القناة يضغطوا اشتراك. يلا عشان ما اطولش عليكم نخش مع بعض نشوف المقادير والطريقة. المقادير معانا يا بنات، عندنا يا حبايبي 3 بيضات وربناهم بفلفلة سودة، معلقة ملح، معانا جبنة مبشورة، معانا هنا 2 معلقة دقيق كبار، معانا هنا فلفل الوان يا بنات، وقرن شطة احمر. اول خطوة يا حبايب قلبي هنعملها، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندنا يا بنات طبق بتاعنا كده، ننزل بالبيض بتاعنا الاول. بسم الله. معانا الفلفل الالوان بتاعنا، انا حاطه قرن شطه حمراء يا بنات، اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز ده اختياري مش اجباري. عندنا الجبنه بتاعتنا المبشوره، نقلب كل ده ببعض. زي ما قلت لكم انا حاطه 2 معلقة ملح في البيض ومعلقه بهارات، هنعمل احلى واطعم فطيره الجبنه. وكده يا بنات قلبنا الخليط بتاعنا كويس كده ببعضه. هننزل بقى يا حبايب قلبي بالمعلقتين الدقيق كده واحده واحده ونقلب. احنا مش عايزينها مكتومه يا بنات، عايزينها تكون سايحه معانا كده وجميله. كده جهزت معانا احلى فطيره، وجبه جميله جدا ممكن تعملها لاولادك في الفطار او العشاء. يلا بينا يا حبايب قلبي على البوتاجاز. عندنا يا بنات الطاسه بتاعتنا عندنا فيها زيت، لازم الزيت يكون سخن جدا. هننزل كده بالخليط بتاعنا. بسم الله. ونبتدي نفرش فيه كده. وكده يا بنات عايزين نحمرها في زيت حامي زي ما قلنا، وبعد كده اما تتحمر من فوق ومن تحت، وبعد كده نهدي عليها النار خالص عشان تستوي من قلبها زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده. وكده يا بنات قلبناها على الجنب التاني وهدينا النار عليها خالص زي ما انتوا شايفين كده. شايفينها ما شاء الله استوت من الجنب ده، لسه الجنب التاني هديت عليها النار خالص، وهنسيبه 3 دقايق على نار هاديه خالص. نشوفها كده يا بنات من الجنب التاني، لا ما شاء الله احمر خالص يا بنات، شايفينها ما شاء الله جميله جدا. يبقى فايتها معانا كده نطلعها. ودي يا بنات الفطيره بتاعتنا جهزت معانا، فطيره البيض والجبنه، نقطعها كده مع بعض. بسم الله، جميله جدا، جربوها وهتعجبكم جدا جدا، ومش هتبطلوا تعملوها على فكره، لان انا عملتها كم مره لاولادي ولنا، وما شاء الله جميلة جدا. شايفينها يا حبايبي اهي يا بنات، شايفينها من قلبها ما شاء الله جميلة، وطعمها حكاية. شايفين الجبنة والفلفل ما شاء الله والبيض حكاية. جربوها ويا رب الطريقة تعجبكم. اهم حاجة عندي ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.